ذكرت مصادر جيدة الاطلاع أن قاضي التحقيق بمحكمة طنجة يتجه لاستدعاء عائلة المتهم في قضية مقتل الطفل عدنان. وقالت مصادر الموقع إن التحقيقات الأولية كشفت عن عدم إقدام عائلة المتهم بالتبليغ عن الأخير رغم كون الصورة كانت منشورة من قبل الأمن. وتفيد المعطيات الأولية للتحقيق أن الاتهامات الموجهة للمتهم الرئيسي تضم هتك العرض، التغرير بقاصرة، القتل العمد، الاختطاف، فيما يتابع 3 من أصدقاء الأخير بتهم عدم التبليغ عن الجريمة.